تحية الجزائر. نقول لك صح، كنت بصحتي، كنت انا الاول نجي هنا لتحت، كنت نفوت والله راني مريض، والله مش حمس راني مريض، وقلت نمشي نفوت اللي تهلا فينا، اللي تهلا فينا نفوتوا يا ولدي. هذه احنا متواجدين في هذا المركز هذا باش نادوا بالصوت تاعنا الانتخابي للرئيس الذي سيكون خلال العهده القادمه، ونتمنى إن شاء الله أن النقاط التي تقدم بها الرئيس الفائز أنها تتجسد ميدانيا وتعود بالخير على الجزائر في جميع المجالات وعلى المستوى الداخلي والخارجي. الإليكسيون سي ان ديفوار ناسيونال، لازم تجي تفوطي، لازم تروح من الشعب إن شاء الله كاع يجوا يفوطوا. مالغري ديرها بيضاء مي أرواح، الفوك دير البصمة نتاعك باللي راني جيت أديت الواجب الوطني. طبعا هذا يوم تاريخي نشهد فيه هذا العرس، إن شاء الله يكون عرس الجزائريين في اختيار رئيسنا اللي راح يقفز بالجزائر إن شاء الله قفزة نوعية لتنافس الدول المتقدمة إن شاء الله اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ونتمنى من الجزائريين أن يهبوا هبة بكرة وأصيلة لأداء هذا الواجب الوطني.